مساء الخير. قرابة 4 ملايين سوري تعود مخاوفهم نتيجة تقاذفهم بين الساسة الأتراك مجددا، إذ ما يزال شبح الترحيل إلى سوريا قابعا أمامهم رغم التصريحات التركية التي تحاول طمأنتهم بأنهم أصبحوا جزءا من المجتمع التركي ولن يتم ترحيلهم إلى سوريا. مخاوف اللاجئين تأتي بعد التصريحات الكيدية من زعيم حزب الشعب الجمهوري تجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكراً إياه بتعهده بالصلاة في الجامع الأموي بدمشق خلال 24 ساعة، إلا أنه عاد بقرابة 4 ملايين لاجئ سوري إلى تركيا. بينما أردوغان استفاد من اللاجئين لتذكير دول الاتحاد الأوروبي بعدم الإيفاء بتعهداتها المالية لتركيا بهدف المساعدة في استقرار اللاجئين السوريين، وهو أمر لا يمكن للمراقب الموضوعي أن يغفله، فالاتحاد الأوروبي أخل بالفعل بالكثير من الالتزامات وأشاح بوجهه عن المأزة السورية منذ سنوات. كل ذلك يدفعنا للتساؤل عن أسباب عودة التصريحات حول اللاجئين السوريين إلى السياسة التركية، وهل لتصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علاقة باقتراب الذكرى 6 لتوقيع الاتفاق بين بلاده والاتحاد الأوروبي للحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا؟ وما أهمية تصريح زعيم المعارضة كمال كالجدار أوغلو حول اللاجئين السوريين، أم أنه لا يعد عن كونه ردحا بين الأحزاب التركية؟ وعلى ماذا يدل التغير في لجهة الخطاب الرسمية والإعلامية التركية تجاه اللاجئين السوريين؟ إذ غالبية الأخبار التي تتناول السوريين تطلق عليهم صفة أجنبي وليس لاجئ. وهل هناك تغيير في السياسة التركية نحو اللاجئ السوري سواء سلباً أم إيجاباً؟ ألا يعتبر الخوف الذي يعيشه اللاجئ السوري في تركيا مبالغاً فيه إذا ما قارن نفسه بباقي دول الجوار مثل لبنان على سبيل المثال للحصر؟ هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة من هنا سوريا، أهلاً بكم. أهلا بكم مجددا. عاد ساسة الأتراك لاستخدام اللاجئين السوريين كورقة في تصريحاتهم الداخلية والخارجية. المزيد في التقرير ونعود للنقاش. اللاجئون السوريون في تركيا يعودون إلى ملعب السياسة التركية الداخلية والخارجية، إذ قذفهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ملعب الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر للهجرة في ولاية إزمير غرب تركيا. أردوغان اتهم الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن مسؤولياته تجاه 4 ملايين لاجئ سوري في تركيا، فيما قدم الاتحاد 3 مليارات يورو لليونان بسبب وجود 100,000 طالب لجوء على أراضيها. ولم يوجه أردوغان سهامه للاتحاد الأوروبي فقط، بل أصابت أمريكا أيضاً متهماً إياها بالاهتمام بدعم الإرهاب والإرهابيين فقط دون أي اكتراث للاجئين، في إشارة إلى غضبه من دعم واشنطن المستمر لميليشيا قسد. إضافة لاستخدام اللاجئين في ملعب السياسة الخارجية، أصبحوا كرة للعب بين الساسة الأتراك، وكان آخرهم رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو الذي قال خلال اجتماع مع كتلة حزبه في البرلمان إن أردوغان تعهد بالصلاة في المسجد الأموي خلال 24 ساعة، إلا أن ملايين السوريين يصلون الآن في المساجد التركية، متسائلاً بنفس النبرة الكيدية ما التغيير الذي سيطرأ لو صرفت 40 مليار دولار على الاقتصاد التركي بدلاً من 3,600,000 لاجئ سوري. هذه 40 مليار دولار هي ذاتها التي كان وما زال أردوغان يستخدمها خلال مخاطبة الاتحاد الأوروبي ليدفعوا له الأموال بموجب الاتفاق الموقع بين الطرفين عام 2016 للحد من وصول اللاجئين إلى أوروبا وسط عدم رضا تركي على تطبيق بنوده. التجاذبات السياسية الجديدة أعادت للسوريين حالة القلق على مصيرهم الغامض، رغم تصريحات لمستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم ياسين أوكتاي بأن بلاده لن ترحل اللاجئين السوريين وتعتبرهم جزءا منها. فهل هذه التصريحات التركية الجديدة تهدف للضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على مبالغ مالية جديدة؟ أم هي مقدمة لتغيير سياسات تركيا تجاه اللاجئين السوريين على أراضيها والذين تتلخص أحلامهم حالياً بالتخلص من كابوس الترحيل والسماح لهم بمزيد من حرية السفر والتنقل بين الولايات التركية بشكل طبيعي؟
وللحديث أكثر ينضم إلينا المحلل السياسي جواد جوك معنا من إسطنبول، كما ينضم إلينا أيضا الصحفي والمحلل السياسي فراس رضوان أوغلو من إسطنبول، أيضا معنا من غازي عنتاب الباحث في مركز حوار السوري محمد سالم. مساء الخير وأهلا بكم جميعا ضيوف الكرام. أستاذ جواد، دعني أبدأ معك، لماذا تعود التصريحات السياسية التركية مجددا حول السوريين اليوم؟ تحية لك ولضيفين ولمشاهدينا الكرام. أولا، كلما نقترب من الانتخابات في تركيا سوف نسمع من مثل هذه التصريحات خطابا للشعبية بالنتيجة لاستهلاك الإعلامي من كمال كلشتاروغلو. بالنتيجة هنا سياسة دولة تركيا الاستضافة للاجئين السوريين بشكل عام، لكنه تعرفون بالنتيجة هنا مشاكل اقتصادية، ركود اقتصادي موجود في تركيا، وهذه ورقة قوية بيد المعارضة في تركيا، ولهذا السبب بالسهولة يستعملون، ونرى مواقع الاجتماعية دعم لكمال كلشتاروغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري. لكن بشكل عام أقول يعني مصير السوريين الموجودون في تركيا مصير غامض، والحكومة التركية لا تتحرك لتحسين أوضاعهم المعيشية من جهة، وهناك أرقام قوية جدا تستعمل من قبل الحكومة التركية مثل 40 مليار دولار. هذا الرقم يوجد قلق في الشعب التركي، وأنهم يقولون لماذا يصرفون هذه المبالغ الكبيرة، علما أن السوريين أيضا يقولون أنه لم نحصل إلى مثل هذه المبالغ. يعني تضارب موجود في التصريحات، والحكومة تدعي أننا نصرف وغير ذلك، ولهذا سبب رئيس حزب الشعب الجمهوري يأتي لاستهلاك الإعلامي وأيضا لورقة ضغط بيد المعارضة في الانتخابات القادمة. نعم. أستاذ فراس، كيف تنظر إلى التصريحات حول السوريين من قبل الساسة الأتراك؟ نعم، بعد التحية الطيبة لك وللضيفين الكريمين، حقيقة للأسف يعني هناك نوع من استخدام هذه الورقة في عدة مناسبات، وخصوصا أن هناك تخلي، لنقل تخلي حقيقي نوعا ما، من قبل الاتحاد الأوروبي حتى الولايات المتحدة الأمريكية في الأزمة السورية. لو نقارن بينها وبين الأزمة الليبية سنجد الفارق كبير جدا في فرض الحلول على الأطراف مختلفة في الحل الدبلوماسي أو السياسي. هذه نقطة. النقطة الثانية، أظن أن مسألة، طبعا هذه تعود إلى القوانين الداخلية في الاتحاد الأوروبي، تركيا ليست جزء منه، ولذلك هذه أحد النقاط التي تستند عليها اليونان. لماذا تعطونها كما تعطون تركيا التي تستضيف عشرات أو 20 ضعفا مما هذه النقطة؟ هذه أيضا أظن فيها مشكلة. النقطة الثالثة، كما تفضل الأستاذ جواد، هناك مسائل الآن ستفتح الأبواب أكثر في مسألة الانتخابات القادمة في هذا السياق. لكن الحقيقة مسألة المليارات التي صرفت، هناك كثير من الأمور حقيقة داخلة في هذا التفصيل. يعني هي ليست مسألة أن صرفت ومال مباشر إلى السوري الموجود هنا أو السوري الموجود هناك، لا. أظن القضية مرتبطة بكثير من الأمور، حتى في الأمور العسكرية أيضا. لا ننسى أن الهدف الذي كان واضحا وهو الأخطر من بين كل الأهداف الموجودة هو تأسيس الكوريدور الانفصالي الإرهابي في الشمال السوري لتقسيم سوريا وحتى بعد ذلك العراق وتركيا وربما أكثر من ذلك باتجاه إيران. بالنسبة لتركيا هذا أمر مرفوض. أظن أيضا هذا كان أحد الأسباب لعدم ترك القضية السورية. لا يمكن لتركيا كائنة من كانت الحكومة أيضا ترك الملف السوري دون التدخل الخشن أو الناعم في هذا السياق. لكن الحقيقة الذي يخسر والذي يعني هو الذي
في النهاية لديه الحمل الأكبر والخسائر الأكبر هو اللاجئ السوري. طبعا لا نريد أن نقول على الكل، لكن هناك من فتح مشاريع وهناك من يعمل، لكن للأسف عدة أزمات جاءت ضربت الاقتصاد في تركيا، منها كورونا، أصلا فيه مشاكل في الداخل الاقتصاد في تركيا، وأيضا العدد الكبير للاجئين ليس فقط سوريين، يمنيين، عراقيين، إيرانيين، أفغان. يعني أظن هذا التعب الاقتصاد التركي. نعم أستاذ محمد، اليوم هذه التصريحات من قبل الساسة الأتراك كيف تنعكس على اللاجئ السوري المتواجد على الأراضي التركية؟ يعني تحية لك سيدة أحلام ولمشاهديك الكرام ولضيوفك الكرام. تنعكس للأسف بشكل سلبي. لماذا؟ لأنها تؤثر في الرأي العام التركي سلبا، لأن الأزمة الاقتصادية كما تفضل أيضا السادة المحللون، الأزمة الاقتصادية خاصة بعد موضوع كورونا تؤثر سلبا على نفسية الناخب التركي، وبالتالي هذا نوع من توجيه غير مباشر ربما الأحقاد أو الضغائن أو الغيرة، سميها ما شئتي، باتجاه اللاجئ السوري، وبالتالي غالبا ما تحدث مشاكل، والسوريون يلاحظون في كثير من الأحيان هذا الأمر ينعكس عليهم. وأنا أريد هنا أن ألفت النظر إلى دراسة حقيقة خرجت بها إحدى المؤسسات التركية، هي مؤسسة إنجيف، وتحدثت بها وأعطت توصيات. هذه التوصيات أوصت السياسيين جميعا من كافة الأحزاب سواء من الحكومة أو من المعارضة بالابتعاد عن الاعتماد على ورقة السوريين. على سبيل المثال الحكومة ذاتها عندما تصرح بهذه المبالغ الكبيرة، هذا أيضا يؤدي إلى إشكالية عند الناخب التركي. وإذا كان الإشكال كما تفضل الأستاذ فراس أن هناك جزء من النفقات العسكرية تنفق وتحتسب، يعني أنا ما عندي معلومات، لكن الأستاذ فراس ذكر أنه جزء من هذه 40 مليار مثلا هو جزء على ما أنفقته الحكومة التركية ربما على حروبها، على يعني العمليات العسكرية التي قامت لحفظ الأمن القومي التركي. في النتيجة هي هذه العمليات لحفظ الأمن القومي التركي، وبالتالي هي ليست انفاقا على اللاجئين السوريين. وبالتالي كان أحد توصيات المنظمة المهمة الشفافية في هذه المبالغ، يجب أن يكون هناك شفافية في هذه المبالغ بالفعل، لأن اليوم السوريين عمليا لا يتلقون مساعدات من الحكومة التركية بشكل مباشر، اللهم إلا في موضوع الصحة. كان في تلك الدراسة أيضا، ونحن ترجمناها وهي موجودة على موقعنا، كان هناك استطلاع خطير حقيقة، أن هناك 3 من كل 4 من الأتراك يعتقدون أن السوريين يتلقون رواتب من الحكومة التركية، وهذه إشكالية كبيرة حقيقة، وهذا غير صحيح بتاتا، ليس له أي مجال من الصحة. هناك قسم، شريحة بسيطة جدا من السوريين يتلقون 120 ليرة أو ما شابه من الهلال الأحمر التركي الذي يتلقى الدعم من الاتحاد الأوروبي. الإشكالية من تصريحات السياسيين سواء في الحكومة أو في المعارضة، وفي المعارضة للأسف يعني هناك يعني إذا استطعنا أن نقول إسفاف في هذه التصريحات، أنها تسبب إشكالية كبيرة تؤدي إلى إيهام الشعب التركي بأن السوريين يأكلون من قوتهم، في حين خرجت الكثير من الدراسات. بالأمس كان هناك دراسة من البنك، أحد البنوك التركية، يؤكد أن هناك استثمارات الرساميل السورية أو الرأسمال السوري عاد بالخير وعاد بفرص العمل على تركيا بشكل عام. هناك ظروف موضوعية لا علاقة للسوريين بها، ظروف موضوعية يعاني منها الاقتصاد التركي كما تعاني منها كل الاقتصادات في العالم، خاصة بوجود أزمة كورونا. هذه أزمة عامة لا علاقة اليوم أن يتم تحميل اللاجئ السوري للأسف مثل هذه الإشكالات. وبالتالي نحن بالفعل يعني مع هذه التوصيات أن يكون هناك شفافية من الجميع، ما الذي تم إنفاقه بالفعل على اللاجئين السوريين. أعتقد أنه ما نشهده اليوم هو إنفاق على مجال الصحة، السوريون بالفعل يذهبون إلى المشافي العامة. وكي لا ننسى أستاذ محمد، يعني كما نعلم سابقا أنه تم إغلاق المخيمات التي كانت متواجدة في جنوب تركيا خلال السنوات الماضية، ويعني كان هنالك الوضع الصحي، إدخال الحالات الإنسانية، واليوم معظم اللاجئين المتواجدين على الأراضي التركية هم ليسوا بمخيمات. تماما كما تفضلتي، وهذا يؤكد ما نتحدث عنه اليوم. صحيح نحن عندنا 4 مليون سوري، ولكن أغلبهم منتجين، يعني هم يعملون ويعملون في جزء منهم في ظروف صعبة ويؤدون إلى تحسين الاقتصاد التركي، وهناك دراسات حول هذا الأمر. يعني اليوم التنافسية العالية للاقتصاد التركي تأتي من
رخص سعر العمالة، وهذه رخص سعر العمالة حقيقة يساهم بها السوريون بشكل كبير، لأنه عمليا السوري يعمل بنصف أجر التركي. هذا صحيح أنه يؤثر سلبا على طبقة العمال عند الأتراك، ولكنه يؤثر إيجابا على من على أصحاب الشركات التركية، نعم. ويجعل يعني إذن العلاقة نوعا ما هي متبادلة بطريقة أو بأخرى. أستاذ جواد، أنت ذكرت أنه هذه التصريحات للساسة الأتراك وخصوصا الأحزاب المعارضة هي للاستعمال الإعلامي، وأيضا يعني تظهر مع اقتراب الانتخابات. كيف تنعكس هذه التصريحات على علاقة الشارع التركي مع اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي التركية؟ طبعا بالنتيجة يعني كما في الاستطلاعات، يعني هناك وسائل الإعلام خاصة التواصل الاجتماعي يقولون أن السوريين يستلمون رواتب مباشرة من الحكومة التركية، وهذا يوجد قلقا عند المواطنين أنه لماذا لا توجد مساعدات إلى الأتراك وغير ذلك. حقيقة أن الاتحاد الأوروبي قالوا نحن أدينا كل وظائفنا، وكما كانت في الاتفاقيات دفعنا، تم دفع المساعدات إلى السوريين في إلى الحكومة التركية لصرفها للسوريين، لكن الحكومة التركية حينا بعد آخر تشكو إلى الاتحاد الأوروبي بأنه أنهم لا يفون بعهودهم وبما كان في الاتفاقية بين تركيا والاتحاد الأوروبي. لكن كل هذه الأمور يجري ينعكس سلبيا في المواطن التركي بشكل عام. نعم، السوريون الذين أنا أعرفهم مشاركين في اقتصاد تركيا، عندهم تجار أقوياء جدا وعندهم عمل، يعني نشطاء جدا. الإخوة السوريين بنيتهم بهذا الشكل وطبيعتهم نشطاء، لكنه تنعكس القضية في المواطن التركي بشكل سلبي. لماذا الإعلام التركي لا يعكس هذا الأمر بشكل إيجابي في وسائل الإعلام التركي؟ وأيضا أن الحكومة التركية كأنهم لم تقدروا إقناع الشعب التركي بضرورة استضافة السوريين بشكل عام في تركيا. نعم، المأمن لهم موجود في تركيا، وطن أمين جدا، لكن وطن آمن، لكنه هم بحاجة إلى وسائل عيش واقتصاد. على الحكومة التركية أن تهتم أكثر بلا تصريحات الخطابات النارية والإعلامية أن يساعدوهم بشكل حقيقي، وعلى المعارضة التركية أن لا تستعمل القضية السوريين كورقة للانتخابات. هذا ولكن خطأ. للأسف أستاذ جواد، يعني ورقة اللاجئ السوري يتم استخدامها في تركيا وأيضا في الاتحاد الأوروبي من قبل اليمين المتطرف وفي دول أخرى يتواجد فيها اللاجئين السوريين. وبالحديث عن الاتحاد الأوروبي أستاذ فراس، يعني لا يسعنا أن نذكر الاتحاد الأوروبي دون أن نذكر اللاجئين السوريين المتواجدين في اليونان على أقل تقدير. إذا ما قارنا المبالغ التي تلقتها اليونان لتواجد لاجئين سوريين وجنسيات أخرى على أراضيها بالمبالغ التي تلقتها، وهنا لا نتحدث تحديدا عن المبلغ لكي أكون أكثر وضوح، ولكن أتحدث عن الظرف الإنساني العام المحيط باللاجئين على الأراضي التركية وأيضا على الأراضي اليونانية المتخمة جدا والقريبة. لماذا يتم التركيز على دور تركيا واللاجئين في تركيا ويتم تجاهل تماما وضع اللاجئين المتواجدين في اليونان من قبل دول الاتحاد الأوروبي؟ نعم، يعني سياسة الاتحاد الأوروبي كسياسة موحدة، يعني في النهاية لديهم قوانينهم الخاصة وموحدة، لذلك هم سيدعمون اليونان وهم دائما يدعمون اليونان من قبل الأزمة السورية. وتذكر قبل عدة سنوات كان هناك شبه إفلاس في اليونان وكان الضخ المالي من قبل الاتحاد الأوروبي لليونان. الآن الشروط ربما هي عدم السماح لهؤلاء للعبور إلى داخل دول الاتحاد الأوروبي، ولذلك وضعوا اليونان كواجهة أو الحربة في وجه اللاجئون أو الهاربون بذلك الاتجاه. النقطة الثانية، الوسائل الإعلام التي لديهم يعني لا تستطيع أن تظهر
بشاعة بعض المظاهر. يعني أنا رأيت كثير من المخيمات التي في اليونان، أو حتى بعض السوريين المتواجدين في بعض الدول الأوروبية مرموقة، في ألمانيا، في بريطانيا، في فرنسا، التصريحات العرقية التي تناهض التواجدهم في تلك الشكل موجودة بشكل أيضا واضح، لكن وحتى الأحزاب السياسية تصرح بذلك، لكن هم لا يظهرونها لأن أيضا هذا يخالف قوانينهم التي تعادي الإنسانية، وهذا ربما يؤثر بشكل أو بآخر. ولذلك لا بد من تحميل بعض الجهات، وأفضل شيء أن تحمل على تركيا، خصوصا أن تركيا لديها قوات عسكرية الآن في الداخل السوري. إذا هذه نقطة يمكن الاستفادة منها إعلاميا ضد تركيا، بينما الاتحاد الأوروبي لا يوجد لديه أي قوات، طبعا باستثناء ما سمي بالتحالف الدولي ضد داعش مع قيادة المملكة الأمريكية، لكن الجيوش التي موجودة، الجيش الروسي التركي وأيضا الأمريكي تماما في سوريا، ولن نتكلم عن الميليشيات، هذه قضية أخرى. إذا هناك نقاط واضحة لصالح الاتحاد الأوروبي ليستفيد منها. ثالثا، الخلاف القائم بين الإدارة التركية الآن والاتحاد الأوروبي خلاف كبير حقيقة، تكلم أظن عدة مرات في قناتكم على عدة هذه الخلافات، لكن الآن هذه الخلافات لابد من استغلالها أيضا للضغط سياسيا على الحكومة التركية، لأن ترى الاتحاد الأوروبي سياسته ترى أن إذا جاءت ربما المعارضة يكون أفضل للتناغم ربما في مسائل الخارجية والسياسات الخارجية في حال فوزهم في الانتخابات، رغم أن أنا أذكر كان هناك شعارا مكتوب رغيفا وبطانية لكل سوري، هذا قبل 7 أو 8 سنوات، كانت تقوده أيضا المعارضة، الحزب الشعبي كان أيضا فاعلا بها، ولكن الآن تغيرت الأمور أظن لاختلافات سياسية كبيرة، وآخرها إذا ضاق الخناق اقتصاديا ستبدأ الأحزاب بفتح الأوراق القديمة من أجل استفادة منها أيضا إعلاميا سياسيا في الداخل وأيضا للانتخابات، وهذا أيضا سبب غير مباشر لي كما قلت توجيه الإعلام الغربي على تركيا القائمة الآن بإدارتها الحالية. إذا لابد من إظهار هذه الإدارة على أنها عاجزة في هذا التوقيت، عاجزة بإنشاء حلول وما شابه ذلك للضغط على الرأي العام في تركيا. وهنا نقطة مهمة جدا، ليس كل الأتراك يرفضون التواجد السوري، هناك طبعا لا نعمم أستاذ فراس، يعني لكي لا يؤخذ هذا الحديث بغير سياقه، نتحدث عن حالات ونتحدث عن تصريحات تتبع لمسؤولين ويعني تجاوزات نسلط عليها الضوء دائما. نعم، وهذه التجاوزات لها تأثير سلبي حقيقة، يعني هذه أيضا قضية أخرى وشيء جديد، لنقل أن الواقع الجديد في الداخل التركي يشعرك بأن هناك شبه صدمة لدى الأتراك بشكل عام، تواجد عربي كبير كبير جدا، ليس فقط لاجئين، يعني مطاعم، محلات، أي شيء، قنوات إعلامية، قنوات وشركات، حتى على ما أذكر كانت رئيسة بلدية غازي عنتاب عندما قالت أن أكثر من 16,000 شركة سورية موجودة في كثير من المناطق. إذا هذا كله أظن نوع من الشيء الجديد، لذلك هل تواكبت القوانين التركية الداخلية مع هذا الشيء الطارئ الجديد؟ هنا يوجد نقطة فراغ، نعم لم تتواكب، لذلك لابد أيضا من تصليح وتصحيح القوانين التي في الداخل التركي لمسألة اللاجئين، هذه نقطة، التجاذبات الاقتصادية المالية أيضا، هل كل هؤلاء أتوا هكذا دون أموال؟ لا، هناك من أتى بأمواله، هناك من أتى بأمواله من لبنان مثلا، الذي لديهم كثير من الأموال في الداخل لبنان، أتوا بها إلى 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 الداخل التركي، وأظن وصل الرقم إلى عدة مليارات، كان الرقم على ما أذكر مليارا، بعد ذلك تزايد هذا الرقم بسبب الضغوطات السيئة الاقتصادية في الدول المحيطة في سوريا، ولذلك تم نقل الأموال إلى تركيا، حقيقة قضية واسعة نوعا ما بشكل أو بآخر. نعم، أستاذ محمد، بحسب المعلومات المتوفرة لديك، هل أوفى الاتحاد الأوروبي بتعهداته لتركيا بعد الاتفاق الذي تم بينهم بخصوص اللاجئين السوريين؟ يعني الحقيقة كما قلنا ربما بسبب غياب الشفافية من مختلف الأطراف، يعني ربما الشفافية بين المؤسسات على مستوى مؤسسي موجودة لا أدري،
لكن على مستوى المراقبين الباحثين أو خلينا نقول الجمهور، ما عندنا معلومات دقيقة أنه ما هي الاتفاقات، متى تم الوفاء بها، لم يتم الوفاء بها. يعني نحن نشهد مثلا أن مثلا هلال الأحمر التركي، كثير من المنظمات الأوروبية هنا مثلا تتعاون مع المؤسسات التركية في دعم اللاجئين، ويقال مثلا هذا المشروع الفلاني، أنا مثلا نشاهد كثير من المشاريع بدعم من الاتحاد الأوروبي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي. هناك مشاريع مثلا عديدة تم دعم حوالي بمبالغ يعني جيدة، مثلا أذكر مثلا أحد المشاريع 100 شركة سورية وتركية بالمنتصف، مثلا 50 شركة سورية 50 شركة تركية، وكان يتم الإشارة في هذا المشروع أنه يتم دعم أيضا الشركات التركية حتى لا يقال أنه الدعم فقط للسورية، والتمويل هو من الاتحاد الأوروبي. طيب هذه الأموال هل تدخل في ما تم الاتفاق عليه أم لا تدخل؟ يعني القضية هنا أننا يعني كما ذكرت أستاذ نعاني من محمد، هو قضية غياب الغير الشفافية هو القضية الحقيقية حول هذا الموضوع. ولكن بالعودة إلى تماما. تصريحات اللاجئين، سألنا أيضا متابعينا على وسائل التواصل الاجتماعي كيف تنظر لتصريحات الرئيس التركي الجديدة حول استقبالهم اللاجئين السوريين بنسبة 54%، ترى بأنها بوابة لتغيير سياسات تركيا تجاه اللاجئين، وبنسبة 46% بتشوف أنه هي ضغوط على الاتحاد الأوروبي لدفع الأموال لتركيا. أستاذ جواد، أترك لك التعليق على الاستطلاع وأيضا على نتيجته. على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأستاذ جواد جوك، أنتقل بسؤال الأستاذ فراس. أستاذ فراس، كيف تنظر إلى الاستطلاع وما جاء فيه؟ الحقيقة يعني هذه الاستطلاعات أقدرها، لأن الوضع الغير مستقر بالنسبة للاجئ السوري في مراحل متعددة. يعني أنا لا أريد أن أقول غير مستقر منذ أن جاء إلى الآن، لا، كان يعني كل فترة يكون هناك استقرار، لكن كل فترة تأتي شيء ويعكر هذا، لنقل شبه الاستقرار الذي هو موجود، مثل مسألة الإقامة، مسألة الجند تجنس، مسألة التصاريح الأذونات العمل، مسألة الإعفاء في بعض النقاط الضريبية، مسألة الإنشاءات المالية وغيرها. يعني كل مرة حقيقة يكون هناك ثغرة أو عثرة. لذلك يعني أنا أقول أن في هذا الجو العام كل ما يأتي به الاستبيان لا أستطيع أن أقول إلا أنه شبه صحيح أو ما شابه ذلك، الوضع النفسي والوضع العام الذي يضغط على القارئ لهذا السؤال. لذلك يعني أظن أن يعني هي حتى النتيجة متقاربة أستاذ فراس. هنالك من يرى أنه تغيير لسياسات تركيا بنسبة 54% و46 ترى بأنها ضغط من قبل تركيا على الاتحاد الأوروبي لضخ المزيد من الأموال التي من الممكن أن يكون أصلا أنه متفق عليها. أستاذ جواد، أيضا هل هنالك تغيير في سياسات تركيا تجاه اللاجئين السوريين اليوم؟ يعني بشكل عام نعم، هناك طالبات من قبل الإخوة السوريين بالنسبة إلى الاهتمام الأكثر إلى السوريين المتواجدين هنا وأيضا في المناطق الشمالية في سوريا، الذي كانت الحالات مأساوية جدا. ولهذا السبب هناك طالبات من السوريين، لكن بشكل عام الشعب التركي نعم هناك أصوات قد ترفع هنا وهناك بأنه لماذا لا يرجعون وغير ذلك، لكن القضية ترجع إلى الحكومة التركية. ما دام حكومة التركية موجودة هنا، حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم، أنا لا أظن أن تكون الأمور سلبية بالنسبة إلى، ولكن ماذا عن حكومات أخرى قد تتسلم؟ يعني طبعا هذا الاحتمال موجود، بالنتيجة أحد نعم. وعود يعني أحزاب المعارضة أن ترحيل السوريين بشكل عام إلى سوريا، هذا الذي يقوله طبعا ليس بشكل مباشر، يقولون نحن عندما نصل إلى الحكم سوف نتفق مع حكومة دمشق لفتح الأبواب ولأن يرجع السوريين، طبعا يقولون الذين يريدون يرجعون، لكن بشكل عام نحن نعرف أن هناك
متطرفين في الأحزاب المعارضة موجودة، والقلق لا زال موجود عند الأطراف في تركيا أيضا. نعم شكرا جزيلا لك المحلل السياسي جواد جوك، كنت معنا من إسطنبول. من إسطنبول أيضا أشكر الصحفي والمحلل السياسي فراس رضوان أوغلو، والشكر موصول لمحمد سالم الباحث في مركز حوار السوري من غازي عنتاب. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا، أعود وألقاكم غدا بإذن الله.